أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخواني الأحباب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وأن يكتب لنا التوفيق، فإنا نشهد أنه لا توفيق لنا إلا به سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص في النية والقول والعمل والتوفيق في ذلك إن شاء الله. اللهم أمين يا رب العالمين. حديثنا اليوم حينما يكون عنوانه دروس من الهجرة، فإنه يستطرد في وقت كثير، ولكننا سنحاول أن نركز على الأشياء الأساسية في هذه الحادثة الكريمة. وهذه الحادثة الكريمة خير من يتكلم عنها هو ربنا جل وعلا سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى عن هذه الحادثة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، صدق الله العظيم، إلى آخر الآية. طبعا يعني في سؤال هنا يجب أن نتنبه إليه، وهو هذه الآية التي تحدثت عن حادثة الهجرة متى نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد يظن البعض أو الكثير أنها نزلت حال حدوث الهجرة أو عقبها بشيء قليل أو أثناء، ولكن من يتصفح السيرة النبوية ويقرأ تفاسير القرآن الكريم يجد عجبا، هذه الآية نزلت بعد الهجرة بتسع سنين، نزلت بعد الهجرة بتسع سنين. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة للهجرة، وبالتحديد في شهر رجب، كون جيشا وذهب به ليقاتل الروم في تبوك، غزوة مشهورة اسمها غزوة تبوك. وقدر الله سبحانه وتعالى في ظروف حول هذه الغزوة أن يكون الحر شديد، وأن يكون الجدب يعني الشدة، ما فيش ثمار، ما فيش ثمرات يعني تخرج من الأرض ولا زروع، كان جدب شديد، وكانت المسافة بعيدة حوالي 900 كيلو تقريبا بين مكة وبين تبوك. تبوك هذه اسم البلدة التي كان المفترض أن يتم فيها اللقاء مع الروم. وأيضا لم يكن هناك أموال تمول الجيش، لم تكن هناك أموال يشتروا بها الرواحل ليركب عليها الجنود الذين ليس لهم رواحل، أو يوفروا لهم الأطعمة والأشربة، حتى أن بعض المسلمين في هذا الجيش بقروا بطون الجمال ليشربوا ماءها. شوفوا درجة الشدة، لدرجة إيه؟ حر شديد، جدب شديد، ما فيش أموال، مسافة بعيدة. وإلى ذلك جانب ذلك يوجد منافقون في المدينة مثبطون لرسول الله، أو يحاولوا أن يثبطوا المسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت صعوبة شديدة. لذلك سماها الله في سورة التوبة غزوة العسرة. وطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابته الكرام أن يقدموا أموالهم لتمويل الجيش، وليوفروا احتياجاته، وليقوم ذلك التمويل ليقوم ذلك التمويل على سد كل حاجيات تلك السفرة الطويلة. هنا من المسلمين من قدم أقصى ما عنده، وربما أقصى ما عنده حفنة من تمر، وقدم واحد مثل سيدنا عثمان مون جيش العسرة. لا نريد أن نتحدث عن التفاصيل، فمونها بأموال كثيرة، أكثر من 1000 فرس بأسلابها وأقتابها. فكان المنافقون يقولون
على هذا الفقير الذي يأتي بكل ما عنده حفنة من تمر، يقولون ماذا يفعل هذا، هذه الحفنة من التمر هذا، يستهزئون بها. وإذا قام عثمان فمون كل هذه التموينات، يقول إنما يعملها ذلك لكي يقال كذا وكذا، أي رياء، يعني يريدون أن يثبطوا عزائم المسلمين في ذلك. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين للمسلمين أن النصر ليست في تلك الأسباب، وإنما ذكرهم بحادثة حدثت منذ 9 سنين، وهي حادث الهجرة، فقال لهم إلا تنصروه فقد نصره الله. لذلك السياق الطبيعي في الآية إلا تنصروه فسوف ينصره الله، جواب الشرط يأتي في المستقبل، إلا تنصروه فسوف ينصره الله، ولكنها لم يكن السياق هكذا، قال إلا تنصروه فقد نصره الله، لأنه جاء بسبب الجواب. سبب الجواب إيه؟ ما حدث منذ 9 سنين حينما هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وبدأ القرآن الكريم في هذه الآية يذكرهم بما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الدليل على جواب الشرط وهو نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 9 سنين كما كان وقد خرج وحيدا من بيته ينتظره أبو بكر في الخارج، فقد نصره الله الذي فعل ذلك، ونصره في الغار، ونصره إذ يقول لصاحبه لا تحزن، الذي فعل كل ذلك سبحانه وتعالى ينصره فيما هو آت. فكونوا يعني في موقف المؤمن الجاد مع الله الثابت مع رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق لكم أجر مناصرة الله ورسوله. فيقول الله سبحانه وتعالى، نعود إلى أصل الموضوع، إلا تنصروه فقد نصره الله. كيف نصره الله؟ قال الله سبحانه وتعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، أخرجه الذين كفروا، هل فعلا أخرجه الذين كفروا؟ الله يقول أخرجه الذين كفروا، كان ممكن أن يخرجه الذين كفروا حينما أذن لصحابته أن يهاجروا إلى الحبشة 6 للهجر، ما هاجرش ليه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الحبشة؟ أذن للصحابة فهاجر منهم أكثر من 80 شخصا و12 امرأة، رجلا 80 امرأة و12 رجل، وقبلها بسنة 5 للهجرة أذن لبعض منهم فخرجوا 11 رجل وامرأتان هجرة إلى الحبشة. لماذا لم يهاجر صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة؟ وأيضا بعد إذنه للمؤمنين أن يهاجروا إلى الحبشة ازداد ضغط المشركين على المسلمين حتى حاصروهم في شعب ابن أبي طالب 3 سنين، قطعوا عنهم كل شيء، الزاد والماء والنكاح والطعام وكل شيء، بهدف إيه؟ بهدف القضاء عليه وعلى دعوته صلى الله عليه وسلم، يعني حبس بين الشعب 3 سنوات إلى أن أذن الله له بالفرج. كنا وصلنا هنا لغاية 10 للهجر، يعني 5 كانت أول دفعة تطلع للهجر، 11 رجل ومرأتين هجر إلى الحبشة، 6 للبعث، آسف مش للهجر، 6 للبعثة خرجوا 80 رجل و12 امرأة إلى الحبش، ولم يهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 10 للهجرة بعد 3 سنين الذين حوصروا فيهم في شعب أبي طالب، بعد 3 سنين وصلنا 19 للهجرة، ماتت زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها للبعثة، نعم بارك الله فيك، وبعدها بأيام وقيل ب3 شهور مات عمه أبو طالب، فكان هذان هما النصيران لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا العام بعد أن ماتت خديجة وبعد أن مات أبو طالب، ولأول مرة يتجرأ الخدم والعبيد والسفهاء على رسول الله فيقذفونه بالحجارة ويرمونه بالأتربة في الشوارع، ولم يكن ذلك مستطيعين عليه قبل ذلك. بل الأهم من ذلك عند رسول الله أن هذا العام لم يدخل واحد في الإسلام، لم يدخل شخص واحد في الإسلام، ف
فكان عاما للحزن فعلا، ليس فقط لفقد خديجة وعمه أبو طالب النصيرين، وإنما لأنه لم يدخل واحد في الإسلام. فماذا يفعل رسول الله؟ فقد كل الأسباب. قال إيه صلى الله عليه وسلم، خلاص أنا فقدت الأسباب، أهاجر بقى للحبشة زي ما أذنت للناس؟ برضو لا. عايزين نعرف السبب لماذا. الله سبحانه وتعالى يذكرنا بقصة سيدنا يونس، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي أن سيدنا يونس تغاضب مع قومه حينما لم يؤمن له أحد طوال السنين التي كان فيهم، سيدنا يونس على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم، فخرج وقال أدعو في أماكن أخرى وأهجر هؤلاء الناس. هل أخذ الإذن من الله؟ لم يأخذ الإذن من الله، فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه، لأنه خرج أيضا في سبيل الله ولكنه بدون إذن، هو رسول، لا بد أن يأخذ الإذن من الله سبحانه وتعالى. فالتقمه الحوت وهو مليم يلوم نفسه أنه فعل ذلك، وأخذ يعترف بالذنب ويسبح الله ويستغفر، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لذلك أذن رسول الله للمسلمين أن يهاجروا ولم يخرج هو، لأنه لم يأتي الإذن له من الله، ولكنه رغم فقدان الأسباب قال هناك سبب واحد أستطيع أن أفعله، وهو إيه؟ طالما أن أهل مكة خلاص سنة كاملة لم يدخل أحد في الإسلام، أدعو إلى الناس خارج مكة ثم أعود إليها أيضا، مش يهاجر زي سيدنا يونس. فهاجر أو فخرج إلى الطائف يدعوهم سيرا على أقدامه 120 كيلو، يعني أكثر من 80 ميل يسير على الأقدام في الصحراء الجرداء التي لا زرع فيها ولا ماء صلى الله عليه وسلم. إلا أن الله قدر أن هؤلاء الناس يسفهون دعوته ويستهزئون به، فعاد ولم يدخل منهم أحد، حتى أنه أراد أن يدخل مكة فلم يستطع أن يدخل مكة، لأن أهل مكة يعني زي ما بيقولوا إيه صدقوا ما خلصوا منه، لكن هو لم يؤمر بمغادرة مكة، هو خرج للدعوة فقط ورجع تاني إلى مكة. فاستجار ببعض الناس حتى أجاره المطعم بن عدي، وكان على كفره، وكان معه 12 ولد، فصفوا صفين ودخل بهم بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طاف بالكعبة. فجاء أبو جهل يقولون للمطعم أتابع أم مجير، يعني هل أنت اتبعت محمد ولا أنت أجرته؟ قال بل مجير. قالوا خلاص أجرنا من أجر، إنما لو تابع هينصبوه الأعداء أيضا كما نصبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أن الله سبحانه وتعالى قال له ما معناه يا محمد، إذا انقطعت عنك الأسباب في الأرض فلا تنسى أن مسبب الأسباب لم يتخلى عنك. فكانت رحلة الإسراء والمعراج، وأصعده الله سبحانه وتعالى إلى ما فوق سبع سماوات، ثم عاد بعد الإسراء والمعراج وقد بشره بأسباب جديدة. فبدأ السنة التي بعدها يأتيه الوفود في موسم الحج فيؤمن به في أول عام، أدي الأسباب الجديدة، ستة من الأنصار من يثرب، وفي العام الثاني 12 رجل وامرأتان، وفي العام الثالث 73 رجل. إذن فقد هيأت الأسباب هنا. لما وجدت قريش أنه لا فائدة من ذلك قالوا لابد أن نحجب دعوة محمد عن العالمين، وأنزل الله ذلك الموقف، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فاستقر رأيهم على رأي شيطانهم حينما قال لو قتلتموه فإنكم لا طاقة لكم ببني هاشم ليأخذوا ثأرة. فما الحل إذن؟ الحل أن نأخذ من كل قبيلة شابا شجاعا معه سيف بتار، ويحيطون ببيت رسول الله ويضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن تقاتل 40 قبيلة فيرضون بالدية وتخلصون من محمد صلى الله عليه وسلم. هنا أذن الله له بالخروج. ولذلك لما أحاطوا ببيته نزل عليه جبريل ونقل إليه أمر الله أن يخرج،
صلى الله عليه وسلم. فخرج صلى الله عليه وسلم وعيونهم مفتوحة على الأبواب وعلى النوافذ ينتظرون خروجه لصلاة الفجر، فخرج استجابة لأمر الله سبحانه صلى الله عليه وسلم، وأمسك بحفنة من التراب وقال ياسين والقرآن الحكيم، وشهت الوجوه ونثر التراب، فما بقيت عين إلا وجاءت ذرة تراب فيها وهي مفتوحة هكذا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ومشى بينهم إلا هذا نصر الله. أرادوا أن يكون مخذولا فأخرجه الله منصورا، وهذا هو أول نصر، أنه سار بينهم مفتوحة عيونهم ولا يراه أحد صلى الله عليه وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه. هذا هو النصر عند الإخراج، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، أبو بكر مستنيه في الخارج، إذ هما في الغار، فلما جمعوا أنفسهم وجاءوا بأفضل رجل يقتفي الأثر ليتتبع إلى أين ذهبوا، فوقف عند باب الغار وقال هذا هو أثر رجلكم مثل أثر صاحبكم في مكة، اللي هو قدم مين؟ سيدنا إبراهيم، لأنه كان يشبهه صلى الله عليه وسلم، وهذا أثر قدم أبي بكر أو ابن أبي بكر، ولكنه انتهى هنا. حاجة من الاثنين، إما أنه صعد إلى السماء أو أنه اخترق الأرض صلى الله عليه وسلم. طيب صعد إلى السماء، هم قالوا له من قبل في مكة وقالوا لن نؤمن لك حتى ترجع لنا من الأرض ينبوعا أو كذا، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا رقيقا. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، ففكرة الرقية في السماء دي استحالة. طيب وفي الأرض؟ يقول لك طيب أنا أشيل المفروض أن يحصل إيه؟ أنه يزيح كل حجر ليبحث عن أي مكان ممكن أن يختبئ فيه ولو خبأه بحجر، ولكن الله نصره بغفلة هؤلاء فلم يفعلوا ذلك، بل وهددوا قافية الأثر. كيف تقول اخترق الأرض؟ يعني السماء دي معروفة، مش معنى. كيف تقول اخترق الأرض؟ قال هذا ما أعرف، ما فيش حاجة تانية. طيب يأتي النصر الثالث، يبقى غفلتهم هذه نصر من الله سبحانه وتعالى. النصر الثالث إذ يقول لصاحبه، ليه؟ لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما مكث في الغار، والغار فوهته على سطح الأرض وتجويفه داخل سطح الأرض، فجاء أحدهم ليبول، أجلكم الله وعزكم الله، فلما جاء ليبول نظر في الغار، قالت بعض الروايات أن فيه العنكبوت وأن فيه الحمامة، ولكن الأهم من ذلك أن أبا بكر قال فنظر إلي حتى التقت لمعة عينه بلمعة عيني، فقلت لقد أبصرونا يا رسول الله، فقال له لا يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ جاء له بأصل عدم الرؤية. أصل عدم الرؤية إيه؟ أصل عدم الرؤية معية الله، الله ثالثهما، ما بالك باثنين الله إيه؟ يعني معية الله هنا تجعل هذه المعية حجابا بين رؤية غيرهم لهما، زي بالضبط إيه؟ نحن هنا في هذا المسجد تحيط به الحوائط، هل يستطيع رجل في الشارع أن يقول أنا أرى كل من في المسجد وما يحدث فيه؟ لا يستطيع. ليه؟ لأن المسجد محاط بهذا الحائط، وهذا الحائط مجرد مخلوق جامد نحن أحطنا به. أما الله سبحانه وتعالى فحينما طلب سيدنا موسى قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لأن عينك يستحيل أن ترى الله سبحانه وتعالى، ولكن انظر إلى الجبل فإني استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى، مش فلما نزل، خلي بالكم أن الله لا ليس محجم عشان ينزل على الجبل، وإنما هو نوع من الظهور، نوع من الاقتراب. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، موسى خر صائقا لاندكاك الجبل،
إذن فالله لا تراه الأعين، فإذا كان الله يحيط بهما فكيف يخترق أنظارهم الله لكي يرونهما؟ ما بالك باثنين الله وسألتهما؟ هذا هو نصر أيضا ثالث. إذ أخرجه نصر، إذ هما في الغار حينما لم أرسل الله عليهم من الجنود الذين لم نروها غفلتهم، ثم أرسل الكفار أنفسهم، منهم من الكفار رجل الكفر نفسه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من الذي كان يدلهم على الطريق؟ رجل كافر اسمه عمرو بن فهيرة. طيب هذا الرجل الكافر ألم يكن يطمع في 100 ناقة رصدتها قريش لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي جعله يرضخ ويستسلم لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. عندما نقول كلمة جعل، كلمة جعل أي جعله انتقل من حال إلى حال، جعل كلمة الذين كفروا السفلى، يعني كلمتهم كانت هي العليا؟ لا، ما كانتش كانت هي العليا، كان علوها أو ظهورها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، كما يقول المفسرون ظهور الزبد فوق الماء. رأيتم حينما ينزل الفيضان فينزل في الوديان ويأخذ القش ويأخذ كل القاذورات والأشياء، تبقى طافية على إيه؟ على سطح الماء. فأما الزبد هذا هو الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إذن فقد كان علوهم هو علو الزبد، أما كلمة الله فهي العليا، بدليل أنه أخرجه صلى الله عليه وسلم، نصره وهو خارج، ونصره حينما وجدوا الأثر، ونصره وهو داخل الغار، ثم نصره حتى بعد أن خرج من الغار، بعد أن خرج من الغار وسار في الطريق، ولحق به سراقة ابن مالك، ووصل إليه وكاد يعني يقبض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر الله الأرض تحت حوافر الفرس، يعني بس تحت حوافر الفرس، بس تحت حوافر الفرس تسيخ أقدام الفرس في الأرض. أليس هذا نصر أيضا؟ هم أرادوا أن يخرجوه بخذلان، وأراد الله أن يخرجه بنصر. هذا الإخراج لماذا؟ اجتماع الكفار وطرحهم للعقوبة التي يريدون أن ينزلونها على رسول الله، إما السجن، التثبيت، أو القتل، أو النفي. ما الشيء المشترك في هذه الأشياء الثلاثة؟ حجب دعوة الله عن أن تصل إلى آذان الناس. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصر من عند الله لتنساح دعوات التوحيد في أرجاء الأرض جميعا. لذلك حينما نزلت هذه الآية كما قلنا في السنة 9 للهجرة، إذا قرنا مقارنة بسيطة في بعض الأمور نجد أنه أخرج أو أخرجه الذين كفر، أو أذن الله له بالخروج من مكة إلى المدينة لينشر دعوة الله سبحانه وتعالى، وبعد أن استقرت الجزيرة العربية تحت سطوة المسلمين، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنساح الدعوة أيضا خارج الجزيرة العربية، فأرسل إلى ملك الروم وهي أقوى دولة في ذلك الوقت، كأن تقول مثلا يعني حتة بلد صغيرة عندنا في الصعيد مثلا في مصر تقابل أمريكا الآن، يعني خرج ليقاتل الروم وألقى الله الرعب فيهم ورفضوا أن يقاتلوه، ومكث في تبوك هناك. يعني المرة الأولى خرج من مكة بهدف الدعوة، والمرة الثانية خرج من الجزيرة بهدف الدعوة أيضا إلى الله. لكن الغريب في هذا الموضوع، لماذا مكة بالذات؟ لماذا مكة بالذات الله سبحانه وتعالى أرسله إليها
ولكنه لم ينصر إلا في المدينة، وهذا شيء غريب. يعني كان من المفروض أن طبقا للأحداث التي نحن نقرأها الآن والتي حدثت مع رسول الله أن يرسل مباشرة إلى المدينة وينصر في المدينة، فلماذا أرسل إلى مكة ولم ينصر إلا في المدينة؟ مكة هي أوسط الكرة الأرضية ولا يعلم ذلك إلا الله، والعلم الحديث أثبت أن عند تكوين الأرض أول بقعة يابسة ظهرت فيها هي مكة المكرمة. مكة المكرمة هي التي وضعت الملائكة بأمر الله قواعد البيت الحرام. مكة المكرمة فيها البيت الذي اختاره الله بنفسه لنفسه وحج إليه جميع الأنبياء والمرسلين، ما عدا سيدنا عيسى سيحج إليه حينما ينزل إن شاء الله. مكة المكرمة عندها مركز انعدام الجاذبية الأرضية، وهذا هو السر في أن هناك حتى طائرات لا تستطيع أن تمر، لأن أنا شخصيا أمسكت بوصلة ووقفت بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، فإذا البوصلة التي عادة في أي مكان في العالم تشير إلى الشمال المغناطيسي تلف حول نفسها، مركز انعدام الجاذبية هنا أو انعدام التجاذب المغناطيسي. مكة المكرمة كما قال صلى الله عليه وسلم هي أحب بلاد الله إلى الله، ومع ذلك خرج منها رسول الله. الدرس في هنا عظيم جدا، أنه حتى أحب البلاد إلى الله لو يضحي بها الإنسان في سبيل نشر دعوة الله، يضحي بها الإنسان في سبيل نشر دعوة الله. كم من القلوب تهفو إلى مكة معتمرين وحجين ولو زيارة حتى أسبوع ونرجع، ومع ذلك قال إذا كان هذا الأسبوع يمنع عنك دعوتك دعوة الله وهي متوقف عليك فأدي واجب الدعوة أولا. انظروا سبحان الله. طيب هذا ما يتعلق بمكة. طب وأهل مكة؟ أهل مكة لو أنهم اقتنعوا بدعوة رسول الله ونصروه، ماذا سيقول الناس على مر التاريخ؟ إن قريش كانت هي سادة العرب وهي القائدة في الجزيرة العربية، وما نصر محمد إلا بعزوته وقبيلته وقومه، مش كده ولا إيه؟ فشاء الله أن يتحدوه حتى يصلون إلى إخراجه، حتى لا يكون النصر منهم. طيب لو بعث في المدينة مباشرة لقالوا أن محمد استقوى باسم قبيلته على هؤلاء الضعفاء، استضعفهم. ثم أن هناك شيء أهم من ذلك، أن الله يعلمنا إذا أردت أن تنشر دعوتك فانشره في آذان القادة الذين يشرعون، ولا تنشره بين آذان الضعفاء، لأن بحكم قيادة قريش كانت هي التي تسن التشريعات والقوانين، حتى الأصنام التي يعبدها القبائل في أنحاء الجزيرة يشترونها من مكة، وحتى أنهم يحرمون عليهم أن يطوفون بالبيت إلا إذا اشتروا ملابس منهم، وإلا يطوفون عريانين. انظروا درجة السطوة. فلو اقتنعوا بدعوته صلى الله عليه وسلم سيشرعوا تشريعات الله، سيشرعوا تشريعات الله، ولكن ألا عبر الزمن سيقول كما يقول المستشرقون لو أنه نصر من قريش لكانت قريش قالت نحن نريد أن نسود العالم مع محمد فنحن معك إلى النهاية، ولكن الله ختم على قلوبهم ليهاجر إلى المستضعفين من القبائل العربية في المدينة التي تناحرت 100 عام أو أكثر بين الأوس والخزرج في هذا الضعف الشديد، لكي يتحدوا على كلمة التوحيد وتكون قوتهم من قوة الإيمان وليس من قوة قريش، فسادوا العالم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مكث في مكة 13 سنة كم عدد الناس الذين أسلموا معه؟ اختلف العلماء، قالوا بين 130 140 150 في 13 سنة، يعني معدل كل سنة 10 أفراد. لما عاد فاتحا إلى مكة سنة 8 للهجرة كان معه 12,000. طيب إيه السبب؟ إن 13 سنة دول لم يكن 13 سنة لمجرد غرس العقيدة، العقيدة غرست من أول ما دخلوا في الإسلام، وإنما
ليبين الله لنا الله أن العقيدة تحتاج إلى أناس يضحون بأرواحهم وأنفسهم وأموالهم. هذا ما حدث، سلبوا أموالهم وقتلوا منهم وعذبوهم، وحتى أن الذي يخرج منهم يطاردوه، كما فعل أن أرسلوا عمرو بن العاص ليأخذوا هؤلاء المهاجرين إلى الحبشة، إلا أن الله نجاهم في قصة طويلة ليس هذا مجالها الآن. إذن فالله سبحانه وتعالى جعل هذه 13 سنة لكي يبنى على أكتاف هؤلاء الناس الإسلام إلى يوم القيامة. 130 واحد في 13 سنة، عادوا 12,000 بعد 8 سنين من الهجرة. ليه؟ لأنهم تربوا التربية التي يضحي فيها، قلنا منذ قليل، يضحي بأفضل الأماكن وأقدس الأماكن وأحب الأماكن إلى الله، وهم كذلك أحب الأموال إليهم وأحب أهليهم إليهم وأحب المواطن إليهم وأحب البيوت إليهم التي جعلتهم سادة العرب، ضحوا بكل ذلك. فالدعوة تريد تضحية، تريد عطاء. لما جاء أهل المدينة يبايعونه في بيعة العقبة قالوا طيب احنا نعمل كل اللي اتفقنا عليها رسول الله، ما جزاؤنا؟ كان يمكن أن يقول ستسد العالم وتفتح الأمصار وتجري الأموال بين أيديهم، كما حدث بعد ذلك. لم يقل لهم ذلك عشان يعلمهم الدرس اللي احنا نقول له الآن، أن الدعوة عطاء وليست أخذ. قال لكم الجنة. طيب الجنة شيء غيبي، دول لسه داخلين في إسلام جديد، يعني الله أعلم هنلحق نشوفها ولا صح ولا غلط ولا إيه. لكم الجنة عشان يختبر إيه صدق العقيد، هل هم عندهم استعداد للعطاء وينتظرون فعلا الجزاء فقط في الغيب في الجنة؟ فكانوا قد صدقوا الله فصدقهم الله. إذن فهذه أمور. ثم أنا يعني استطردنا كده، يكفي نكفي كده إن شاء الله. طيب بارك الله فيك الله كريم. ثم أننا نقول لو أن هناك نصر، لو أن هناك عرض من رسول الله على أهل يثرب للإسلام، مش في مكة يعني، نترك أنه استضعفهم بانتسابه لقريش، ماذا كان أحوال أهل المدينة في ذلك الوقت؟ أحوال أهل المدينة إن كانوا القبيلتين الأساسيتين متنحرتين، الأوس والخزرج، حروب سنين طويلة، عقود عشرات السنين. فلو أنه واحد من إحدى القبيلتين استجاب له بالعصبية القبلية، ستقف أمامه القبيلة الأخرى ويريدون أن يقضون عليه وعلى ما يؤمن به. لكن الله أراد أن يكون في الأرض المحايدة التي الكل يحبها. هذا يأتي للعمرة من قبيلة الأوس، وهذا يأتي العمرة من قبيلة الخزرج. إذن فليست محاباة لأحد على أحد، فالاثنين التقوا في مكان محايد. إنما لو كانت الدعوة هناك كانت صارت الصراعات بين فقط للعصبية القبلية. لذلك كانت الدعوة في مكة وكان النصر في المدينة. ثم أن هناك سؤال، كل هذه القصص الطويلة ونصر الله سبحانه وتعالى، ألا كان من الممكن أن يحمل الله تعالى رسوله على البراق كما حمله في الإسراء والمعراج ويهاجر على طول هناك للمدينة؟ يعني لازم أبو بكر يجهز له الدواب ويجهز له عمرو بن فهيرة ويجهز له مش عارف إيه ويستخبوا في الغار ويمشي 8 أيام 400 كيلو سنة؟ ليه ده كله؟ ما كان ممكن يركب البراق ويهاجر. لكن لا ننسى ما قلناه منذ قليل وهو إيه؟ الأسباب. طالما توفرت الأسباب لابد أن تأخذ بالأسباب يا محمد، مثلك مثل أي مسلم في هذه الظروف. لو قيل إن محمد هاجر عن طريق البراق لقالوا يبقى إذا نحن لينا الحق نحن ما نهجرش، ربنا أداله البراق. لا، هو قائد وأول من يتبع في طريقة هجراته. أنا واحد منكم صلى الله عليه وسلم، أنا واحد منكم، ألاقي ما تلاقون، عندكم أسباب للهجرة كما أنتم تأخذون بها أنا آخذ بها. ولكن النصر في النهاية ليست للأسباب، الأسباب نحن مأمورون بالأخذ بها، ولكن نوقن
أن النصر من المسبب سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا برسوله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وألا يحرمنا صحبته وصحبة صحابته الكرام وصحبة الأنبياء من قبله. وأعتذر لهذه الإطالة، وإن كنا لم نغطي الدرس على وجه الأكمل لأن دروس الهجرة عظيمة وطويلة ولها تحليلات وتفصيلات، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلوبنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه بما يشاء قدير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله.